انه انا اهلي ما حدا خصه بالفوتبول، بس انا كنت احب هيدا الشيء، وقديما ما كنت فيك تيجي تقول انه في بنت بتحب الفوتبول. كانوا البنات كثير يستحوا بهذا الموضوع، وكانوا يحسوها انه شيء غلط للبنت، مع انه هو ده شيء كثير حلو. شوي شوي صرت كثير تابع الامور بالنادي، مواعيد المباريات، كيف بدنا نروح على المباراه، اطلع على سور، اطلع روح على المدينه، صرت روح معنا اطلع على طرابلس، صرت روح. كنت اخذ معي كاميرا، هلا انا اختي مصوره، فأمرار إذا ما كان عندها شيء إلا بدي أخذ الكاميرا معي وصور الجمهور، مع أنه أنا أول شيء كان تصويري كثير تأثير. تاني سنة كنت تحت بأرضية الملعب، صرت أشتغل مع أقوى صفحة. مبسوطة أنه اليوم صوري كل العالم بتنزلها، لأنه دايماً بكون موجودة لحالي بين الشباب المصورين بالفوتبول، بزعل لزعلهم، بفرح لفرحهم. يعني حتى كهن مش بقولوا اللعيبة عناصر بالفريق، حتى إذا هن كانوا زعلانين أنا بزعل. نادي النجمة كتير بعيد عن التتويجات وكتير بعيد عن منصات التتويجات. اليوم اللي كان بدهم يعملوه العهد والأنصار بنادي النجمة، اليوم قدم لهم إياه رئيس أسعد على طبق من ذهب. اليوم كلنا تحت شعار واحد، سيرحل أسعد سقر. جمهور نادي النجمة اللي هو عصب كرة القدم بلبنان بطل قادر يتحمل هيدا الشيء اللي عم بيصير، قرر يتحد ويحمل حاله وينزل يدافع على الشيء اللي مخليه عايش بهذا البلد.